بس عشان احنا تناولنا بكل حيادية الحكم اللي صدر ضد رئيس نادي الزمالك النهاردة بالحبس لمدة شهر وحكم واجب النفاذ وفق اللي قاله كل المستشارين القانونيين اللي دخلوا معانا. وكان رئيس نادي الزمالك قلنا اللي هيقوله على صفحته لانه اتقال خلال وقت قليل هيقول بيان او هيتكلم او هيطلع حاجة، فاتحط على الصفحة ماتش بينج بونج بيلعبوا. وعنوانه ايه يا جماعة؟ اتحط على الاكاونت بتاعه الرسمي، قال فيه ايه؟ العنوان بتاعه كان ايه؟ العنوان بتاعه انا مش فاضلكم لما افضى جيلكم. ده الاغنية بتاعت شيبة دي، بتاعت ايه؟ بتاعت احمد شيبة. اهو عشان برضو يبقى احنا ايه خدنا برضو الرد بتاع الطرف الاخر في هذه القضية وفق اللي اتحط على السوشيال ميديا ان هو هيرد خلال وقت قليل. ده الرد حتى الان. مرتضى منصور ده ردي، انا مش فاضلكم لما افضى اجيلكم. ويا جماعه لو في بس كده لو تجيبوا لنا حتى لو ثواني من الفيديو اهو، ده اللي موجود دلوقتي على الاكونت الرسمي بتاع رئيس نادي الزمالك. وانا مش هعلق هل ده رد على الحكم القضائي اللي صدر، هل ده رد على المحكمة حكمت بيه، هل رد على الأهلي في كلامهم، الله أعلم الله أعلم. لكن أنا عن نفسي أتمنى أن تزول هذه الأزمات بالوسط. كفاية علينا نتكلم في الفار وانتقالات اللاعبين وإصابات اللاعبين والحكام وأخطاء الحكام، كفاية علينا قوي كده، ده احنا بنهلك من ده. يعني الواحد بيطلع من الحلقه من كتر الاخطاء اللي موجوده في التحكيم. كل الكلام مفيش في الكوره، مش في الكوره، انا عايز اتكلم في الكوره والله العظيم. طب انا هسالك على حاجه، الحلقه بدات الساعه كام؟ 11 و3 4 دقائق كده عشان الماتش كان يعني ساعتين الا ربع قبل ما احنا ندخل. كان كلهم انت جايب مين؟ ما انا لحقت اول 5 دقائق اتكلمت في الكوره. محامين محامين لا كلهم. لا جبت بدايه كابتن توفيق السيد، بس كان في مداخله مع كابتن كشري كوره. بس يعني هو طبعا برنامج كوره. ايوه ما انا لسه اقول لك برنامج رياضي، يعني برنامج رياضي. هو حتى احمد عيد ما اتكلمش في الكوره. هو خناقه، هو البرنامج بوكس تو بوكس دي يعني خناقه. لا ما هو الوسط جبرك، ما هو ده النهارده حدث. هو اولا رئيس نادي الزمالك نادي كبير جدا وبتتكلم في حكم قضائي واجب النفاذ، انت بتتكلم في حدث، انت هتعمل ايه طيب؟ ولازم تتناوله وتجيب كل الاطراف وتتكلم ده وتكلم ده وجبنا حد محايد يعني عشان خاطر برضو الناس تفهم الدنيا ماشيه ازاي. لكن احنا عايزين الكلام ده يخلص بقى بجد، يعني احنا عايزين الخناقات والحواديت دي تتغير بقى، الوجوه يغيروا، المسؤولين يغيروا، المؤسسات الرياضيه ما اعرفش تعمل ازاي يعني. لا يغيروا اللغة. ولا يغيروا الاعلاميين، يمكن احنا كمان نتغير. صح 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 والله. او لغه الحوار تتغير، ده لازم يعني لغه الحوار. ممكن الاشخاص تفضل زي ما هي بس الحوار نفسه يتغير. بتكلم من يعني كام يوم لما قلت انه ممكن ناس تختلف وتتفق مع اراء كابتن محمود الخطيب. انت راجل اختلفت في رايك معاه، بس في حاجه لغه الحوار مهمه. يعني انا اشدت بان الكابتن محمود الخطيب حتى في كلامه في اختلافاته في الحوار بتاعه كان مهذب. يعني بقول لك اصدقائنا في اتحاد الكوره او زملائنا في اتحاد الكوره، حتى لما اتكلم عن مواقف خاصه بالزمالك او ببيراميدز او بتاع، الراجل ما قالش لفظ كده او لفظ كده. اختلف بقى في الراي زي ما انت عايز وعلى فكره اختلاف الراي لا يفسد للود قائم، يظل الود قائم. يعني يظل تقديرك للكابتن الخطيب. انا ما عنديش مشكله في كده خالص، بس نقول اللي هو بيشكك في الناس. طب وماله؟ بس اقصد لغه الحوار يا كابتن احمد مهم. تمام. انت ممكن النهارده تقول لي ايه؟ لا انا كابتن محمود البنا اخطا وتقول طبعا. فيه، بس ما تقوليش انه بيع ضميره، ما تقوليش انه ما ينفعش. لا ما تشتموش. ما انا عايز اقول لك حاجه، ما هو كلام برضو عشان نبقى متفقين. الكلام في قصه كابتن محمود الخطيب هو اتكلم، ما هو دخل في الحته ديت برضه، يعني هو دخل بكلامه في الحته ديت. اصل الناس بتفتح اتحاد الكوره للناس وبيشيلوا الناس، مش عارف يا كابتن احمد بينتقد. ما هو مش انتقاد دوت، هو دوت ما فيش حاجه اصلا. هو في حاجه قالت ان ده اكيد اللي بيتقال. طبعا. طب ما هو كان بيحصل لك نفس الكلام ومش صح. طيب ما هو طب وماله على فكره ولا الغير. ايوه طيب خلاص. هو نفسه كان بيقول ايه؟ هو نفسه كان بيقول ايه يا جماعه؟ طبق عليا وعلى غيري في كل موقف. احنا عايزين عداله خلاص. واذا حصل للاهلي مش صح، واذا حصل للزمالك مش صح، واذا حصل لبيراميدز مش صح. لا هو ما حصلش للزمالك. الحق احق ان يتبع. يعني محدش يقدر، ما حتى وانا بقول للاهلي كابتن محمود عاشور جابوه وجابوا الفار وجابوا اللقطه وعادوا وعملوا، الراجل مظلوم. هو مش لازم نفتك بيه عشان نرضي الاهلي. ده حق الله كده،
صح ولا غلط؟ انما جابوه جابوه بصوا على بصوا على البتاع يعتبر ده تحقيق يعتبر تحقيق خلاص يبقى طلبات الاهلي خلصت اعلن بانك خلاص ما فيش عندك مشكله اللجنه مش انت بقى مشيت عصام فتاح عصام فتاح استقال اتحاد الكوره عمله انت طلبت ان لجنه الحكام تتعدل او تبقى فيها كذا وطلبت التحقيق ونتيجه التحقيق مالكش دخل بيها يعني النتيجه مش على هواك فعايزين برضو الاهلي في القصه دي يعلن انه خلاص بما ان اتحاد الكوره غير لجنه الحكام وكلاتنبرج الان هو رئيس للجنه الحكام وعندنا لقاء هنشوفه بعد شويه مع كلاتنبرج نزل على الموقع الرسمي او الصفحه الرسميه لاتحاد الكوره ومحمود عاشور اتحقق معاه وطلع بريء يا جماعه ولعب تاني ماتش الله ما فيش حد واصل على اتحاد الكوره برضو انا قصدي اللي انا قلته الحق حق يعني الحق من حق الاهلي يطلب التهيئة على الحكم لانه شايف انه اخطا ومن حق اتحاد الكوره ان يبرئ الحكم لطالما حقق معه لا بريء ده قصدي لكن هي مش كل واحد ماسك بالتاني سكينه يعني ولا ايه؟ صح.